السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي. عدت لكم بعد غيبة طويلة من مطبخي مطبخ قناة عالم المرأة، وجيت قدمت لكم حلوة اللي هي جميلة جدا، منقولة أنا خديتها من يوتيوب، جربتها جات فنة واللي داقها عجباته وقلت علاش ما نشتركهاش معكم، باش اللي مازال ما جربهاش يجرب الوصفة و تستمتعوا بهاد الوصفة الرائعة جدا كما كتشوفوا معايا. فهي كتجي رائعة ومازال عاد تشرب لاصوص، حيت دابا عاد كملت 3 زين، من كتشرب لاصوص كزيت واللي رطبة وفتية كدوب في الفم كما كتشوفوا معايا. هذا تاع شكل قليبين ولا شكل بيضاوي، وهذه لاصوص اللي انا قدمتها اللي كما كتشوفوا معايا اللي درتها في الوسط، فهي كنزيدو نسقيوها بها وكنقدموها لحبابنا على شكل كما كتلاحظوا معايا. فهي كتجي رائعه جدا، كنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو حتى النهايه هكذا باش تاخذوا المقادير وطريقه لتحضير هذه الحلوى الرائعه. نبداو على بركه الله بالمقادير. عندي بيضه واحده تكون حجم كبير، الا كان الحجم الصغير كنديروا زوج بيضات. عندي كاس الا ربع سكر حبيبات. عندي هنا قشور الحامض والبرتقال، تقدروا تعوضوه بالفاني. نخلطو مزيان حتى كتجانس جانسية البيض والسكر. شوفو داك الالوان البرتقالية وخضرة ديال الحامض والبرتقال. عندي كاس الا ربع زيت، عندي ملعقة كبيرة عسل او نعوضوها بالكونفيتير عفوا، فهي كتعطي هذاك اللون الاحمر الجميل. فتقدروا ديروا كاس تاع السكر، ولكن انا حيت درت العسل فنقص السكر. انا غنخلط العناصر كلها تتجانس ليا مزيان. من بعد ما خلط العناصر مزيان كنضيف كاس ديال الحليب، نضيفو الدقيق. هنا غادي نضيف زوج كيسان ديال الطحين، زوج كيسان ديال الطحين نفس الكاس اللي عبرنا به. ومن بعد كنشوفو القوام ديال العجينة، الا كانت هي هذيك، الا كان خاصنا فحنا كنزيدو نصف كاس ديال الاغلبيه كتهز زوج كيسان او نص، مي انا غادي ندير زوج ونشوف القوام ديال العجين. ونضيف خميره الحلويات 7 غرام، كما كتشوفوا فهي لي زوج كيسان اونص ديال الدقيق وواحد صاشيه ديال الخميره. هانتوما كتشوفوا القوام كيفاش كيكون هكذا، يكون شويه ثقيل باش ملي نصايبوا الاشكال اللي بغينا فما كتسيحناش العجينه. انا عمرت العجينه كما كتشوفوا معايا في هذه ديال لاصوص، تقدروا ديروا فقط قرعه تاع الماء صغيره بحال هذه تعمروها تقبوها، او تجيبوا القمع كنديروا به الكريمه. غادي نبداو على بركه الله. غادي ندير على شكل بيضه، يعني شكل بيضاوي بالنسبه للاشكال نتوما، هي الشكل ديالها المعتاد الكلاسيكي هو هذا الشكل. هذا كنحاولوا نديروا كل زوج بنفس القياس، ما نديروش سمك بزاف، يعني كما كتشوفوا 1 سنتيم فقط. انا كما شفتوا البسكوي فهو رقيق، كما قلت لكم كل وحده كنديروا حداها نفس القياس نفس العبار اللي تعرف تحكم هكا بيديها، او نجيبو واحد القرص كما هكا اللي كنطبعو به الحلوه، او وكنديرو هكا على الورق وكنطراسيوه بالقلم، ومن بعد كنبقاو نديرو عليه باش كيجيونا نفس القياس.
انا موافقه نديرهم حتى ماشي مشكل في العبار، فهما كيلصقوا فكيجيو كل وحده كنقلب ليها على اختها اللي قدها. انا كذلك كنستعمل كندير واحد الطريقه اخرى، هذا كما قلنا الشكل الكلاسيكي، فانا كنعجبني ملي كنديرهم على شكل قلب كيجيو رائعين جدا. كما قلت لكم خاصكم ضروري ديروا كل زوج نفس القياس باش كنلصقوا واحد مع واحد، كيجي المنظر ديالهم رائع مع قهيوه، يعني شي حاجه مختلفه كما هكا. انا غادي نكمل وغادي ندخلهم الفرن عادي كيطيبوا على النار بحال كنطيبوا الكيك، وما تغفلوش عليهم لانهم رقاق ودغيا كيطيبوا. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب لي بسكوي ديالنا كما كتشوفوا حطيو معاه، فهو كما تشوفوا رقيق ودغيا دغيا كيطيب، الا غفلنا عليه شويه كتحرق كما هذا الشكل قليبين. هنايا انا تقدروا تلصقوهم فقط بلا كونفيتير، ديروا الكونفيتير تلصقوا وحده مع وحده. انايا هنا عندي واحد الحشوه اللي بنينه بزاف كنديرها لوليداتي كتعجبهم، هي عندي هنا الشوكولا كحله شوكولا سوداء مذوبتها مع الحليب كما كتشوفوا، ذوبتها مع الحليب باش ما تجمدش ليا، لان بغيت الحشوه اللي تكون كريميه ما تجمدش. فانا غادي نضيف لها ياغورت ديال الشوكولا كيزيد يغنيها فيك الطيبه، وكيجي تجي يعني واحد الحشوه لذيذه بزاف كتعجب الوليدات. كنخلطها مزيان باش من ندير الحشو والحشو كتشرب لينا هاد لاكاناج، وفي نفس الوقت ما كتجمدش كتبقى واحد الطبقه رقيقه ديال الكريمه في الوسط. صافي انا غادي نلصق الحلوه ديالنا ونقلبوا على كل وحده الشكل اللي يجي لواتيها واللي تجي عليها ونلصقوا. كتشوفوا هي كتجي حشوه كما قلت لكم بنينه. نبداو بسم الله كنديروا طبقه رقيقه، وهي قبل ما تبرد يعني وهي دافيه شويه باش لي بسكوي ديالنا كيتشربها وكتزيد عاد يعني كتجي فتيه بزاف حتى كديرها في الفم وهي كتذوب. وهذه هي الحلوه كما كتشوفوا بعد ما ساليت لها طريقه التقديم ديالها والتزيين. تقدروا ترشوا عليها شويه ديال السكر كلاسي كيزيد المنظر، مي انا ما بغيتش نزيد السكر يعني اكثر من هكا، فهي اصلا حلوه وفيها غنيه بالسكريات كما كتلاحظوا معايا. هذا هو الشكل النهائي للحلوه اللي حضرنا اليوم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناه.